بالنسبة لخواتيم سورة البقرة، وانت الدعاء فيها بصيغة الجمع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، فيها جمع. فانت عاوزة تقولي ربنا لا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت، لا حرج إذا حولت من ضمير الجمع إلى ضمير المفرد. الجمع أولى ليه؟ الأولى التزام بصيغة النص القرآني ليه؟ لموافقة أولا اللفظ القرآني، واستحضار في نيتك جميع الأهل. ما أنا لما بدعي بالخير ما أدعيش بيه لنفسي بس، أستحضر بقى جميع الأهل والأحباب والمسلمين جميعا في الدعاء، وكل حد لما تقولي وجميع المسلمين والمسلمين والمسلمات، بتاخدي بكل واحد منهم حسنة، والحسنة مضاعفة، فما تحرميش نفسك من الفضل ده، افهمي بس المعنى. انت داخله في الدعاء ده اساسي، لانك انت من تقومين بالدعاء. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، انت وجميع المسلمين والمسلمات. حطي بقى في نيتك كده الدعاء لنفسك ولاهلك وللمسلمين والمسلمات، حسنات لا حصر لها، لانك ما اختصتيش بالدعاء نفسك فقط، وانما شمل دعاؤك جميع الخلق. اولى الناس بيك الاهل والأقارب، وبعد ذلك فأي إنسان أسرة عندهم حد من الصالحين بيدعو، وبيدعو بهذه الصيغة القرآنية والنبوية الشريفة اللي فيها صيغة الجمع، بيبقى شمل الناس اللي معاه دول، لا يشقى جليسهم ولا يشقى من كان يحيا بينهم، في إنه النفحات اللي بيديها للمجتمع اللي هو فيه، هم من غير ناس تانية كده، من غير يعني ما تاخد بالها، لكن مكرمة ببركة الذكر والدعاء. إن شئت تقولي بصيغة المفرد سليم، التزمت لفظ القرآن ففيه الخير والبركة لعموم الخير فيه لنفسك ولأهلك وللمسلمين جميعاً.